عملية هي الأولى من نوعها في العراق قام بها فريق طبي عراقي متخصص بجراحة القلب في مركز القلب بالنجف، وذلك بزراعة صمام لقلب مريض في 70 من العمر عبر التداخل القسطاري عن طريق الفخذ وليس بالأسلوب التقليدي بفتح الصدر، وتكللت بالنجاح التام. العملية التي تكلف 40 مليون دينار أجريت مجانا. الشيء اللي صار هو عن طريق فتحة أو وخزة إبرة من الفخذ الأيمن أو الأيسر، ويتم تدخيل القسطور اللي معبع به البالون على شكل يحيط داخل الشيث اللي هو طويل يصل إلى القلب، فيتم زراعة الصمام الأبهر في مكانه، والحمد لله تمت عندنا بنجاح. أي نوع من العمليات طبعا لأول مرة بالعراق، بس مو بالأول مرة، يعني بالدول المجاورة هي موجودة هاي التقنية من حوالي قبل سنتين. العملية التي استغرقت أقل من ساعة على عكس عمليات فتح الصدر التي تستغرق 4 إلى 6 ساعات اعتبرها المعنيون طفرة نوعية تضاهي ما يجري في بقية دول العالم، لكنها تحتاج إلى دعم من وزارة الصحة لتشجيع الفريق المنفذ وتوسيع عمله. قبل يسوون عملية فتح صدر تستغرق 4 ساعات 6 ساعات لتبديل الصمام، الآن بربع ساعة يدخل الطبيب من خلال الشريان الفخذي كأنما مسوي قسطرة ويبدل الشريان الأبهري. المريض ما يتخدر، فالتخدير بسيط موضعي واعي، ويقوم بعد التبديل. ويجب أن يندعم دكتور خالد والفريق مالتي حتى يكون متواصل مع التقدم العلمي، مع التقدم التطور الطبي والتقني. إجراء هذا النوع من العمليات المهمة والمعقدة يفتح المجال أمام المرضى للعلاج في العراق بدل إجرائها في الخارج وبأسعار مضاعفة، قد تضطر البعض منهم لبيع ما يملك بحسب المعنيين. هذه العمليات تكون كلش غالية بدول الجوار، إذا الدولة يعني ما تسفر هذا المريض الى الخارج وهي تتحمل، لاح المريض هو اما يبيع بيته او يبيع جزء من اثاثه في سبيل انه يرجع ويسوي العمليه، اذا راح تكلف مبالغ نقديه كبيره. احنا نطلب بدعم هذه المراكز لانها تقدم خدمه، والخدمه جباره وكبيره ومتخصصه. وتجري في مركز النجف للقلب في مدينة الصدر الطبية الكثير من العمليات الصعبة والمهمة على يد فرق عراقية تدعم أحيانا بفرق طبية أجنبية. أراجنا صير الحرة، النجف الأشرف.